في السادس من مارس عام 75 43 عاما مرت على عملية سافوي في تل الربيع، والتي أشرف شخصيا على التخطيط والتنفيذ لها أمير الشهداء أبو جهاد الوزير، وبتوجيهات القائد الرمز ياسر عرفات. أهداف العملية البطولية، وبتعليمات من الشهيد القائد أبو جهاد لأفراد المجموعة الأبطال: أولا، الهدف تحرير أبطالنا الأسرى من جميع السجون الصهيونية. ثانيا، الثأر للشهداء القادة الثلاثة الذين اغتالهم الموساد الصهيوني. ضرب المثل بالشجاعة والبطولة رجال الحركة الثورية العملاقة. فتح. سادسا، أن نمارس حق العودة إلى أرضنا التاريخية ورفع علم فلسطين فوق أرض فلسطين من نهرها إلى بحرها، حيث احتجز الفدائيون عددا من الرهائن داخل الفندق مطالبين بإطلاق سراح مجموعة من الأسرى الفلسطينيين وتأمين طائرة قابلة الحفاظ على حياة الرهائن. رفض الاحتلال الإسرائيلي مطالب الفدائيين. دارت معركة عنيفة نفذت في نهايتها الذخيرة من الفدائيين، ففجروا الفندق على من فيه